التراث والاقتصاد، هذا هو الشعار الذي افتتحت به الطبعة السابعة من المهرجان الثقافي لزربية أيت هشام الذي تحتضنه دار الثقافة مولود معمري بمدينة تيزي وزو على مدار 5 أيام وتشارك فيه أزيد من 40 حرفية. طب بين هشام كنظنكم الدندي حاجة واخدة من قبل قبل الكبيرة أيديني غير ما هنزيهني غاش ما تخدم التكاني خيات القخامين تمسحفات القخامين خدمت القخامين صافي تموسني تموس ندي زيك ما تشن لي تورا نسال من دار حنا كولك عاوننا لا نقول نهض نزز نهض نهض انس بين هذا شد خفيف ان شاء الله هاد روح يا لي ولادي روح لي غير موسى غوسى غوسى تقدم كوطافيا كي غادي نرني غادي هادي فغا نكون نتمنى وفان ماشي كان داك غير وفان هادي فغا لي طرونجي غادي فغا يا كنت تمنيت هي المعاونه. زربية أيت هشام التي توارثتها الأجيال عبر عقود من الزمن تئن اليوم في صمت وتصارع من أجل البقاء. نكون لما نوزاد لما نقلب ندان سوف الصلاة لنا لما يكون دي بغاقوا تجي نكون نخذ كلمتين ونكون نسان برودوي أنا في وراء يدخل لكم مرسي لنزاسون ونستخدم من نتا نكون في كتاس الوقت مقار دي لاتولينا غير صحفة وني صحفة ضاني كل يوم طاسير بلا انا قيا غير نكتب حيا قيا غير نسعى كوراجي كاع نخدم لاتولي. حنا طبعا نولي اهميه كبيره لكل تخصصات في الصناعه التقليديه وعلى وجه الخصوص لكل ما يتعلق بالنسيج والزرابي، لهذا كانت فيه عده تدابير من اجل المحافظه على هذه الحرف من الزوال. مهرجان زربيه ايت هشام يتم تنظيمه في مدينه تيزي وزو للعام الثاني على التوالي بحجه حمايته من الزوال. وتم نقله من قريته الأصلية على وقع استنكار سكان القرية والعديد من الحرفيين.